يا ست انت غنية يا ست، يا ست انت مش محتاجة، بس حطي لسانك في بقك لأن ما عنديش غير الشبشب. مها أحمد كلمت الجمهور بانفعال وعصبية، ووجهت رسالة للي بينتقد وجودها على تيك توك، وقالت إن مدام تيك توك بيجيب فلوس هتفضل فيه، وإن اللي شايف غير كده يسكت، وعنفته لفظيا. أنا قاعدة أي مكان فيه شغل وفيه ألوس، أنا قاعدة بشتغل وهشتغل، ولو اشتغلت على تيك توك الصبح أقسم بالله أنا جالي 3 برامج وبفكر عشان أرتب مواعيدي ما بين التيك توك وبرنامجين كمان. ليه؟ عشان الألوس، عشان أنا مش منافقة، أنا ست متصالحة مع نفسي، عشان أنا عندي ليلة. أنت لو ما عندكيش ليلة براحتك يا ست، أنت غنية يا ست، يا ست أنت مش محتاجة، بس حطي لسانك في بقك لأن ما عنديش غير الشبشب. وارجع تاني واقولك، انا من الدرب الاحمر، من الحلميه الجديده، من السيده عائشه، من السيده زينب، واهلي نصهم مقاولين وصناعيه ونصهم دكاتره ووزراء وظباط، يعني انا مخلطه. ابويا مقاول كان بيقتلني في القصعه وانا صغيره، كانوا بيرضعوني لباني، فانا ايه متربيه كويس قوي، وعارفه يوم ما احب ارد ارد، ويوم ما احب اشبشب بشبشب، ويوم ما اقل ادبي اقل ادبي، ويوم ما ابقى محترمه واشيل الناس على راسي بدلع الدنيا كلها. وقالت ان اللي حاسس هدايا تيك توك والفلوس بتاعته ان هي اهانه، فده عشان هو اللي شايف نفسه انه شخص متسول ولا شيء. انت بالنسبه لك مش عادي لان انت حاسه نفسك متسوله، انت حاسه نفسك انه مش من حقك لانك لا شيء. تحرقوش في دمكم، وكل يوم هتدخلوا هتنوروني، هتعلولي اللايف، هطلع اكسبلور، الفلوهات هتزيد، الداعمين هتخش اكتر، هتدعم، هرجع اقول لكم تاني الجمله اللي بقولها لكم على طول، هتفسح، هتدلع، حكيتكم. وشبهت الموضوع بأن ياما فنانين خدوا هدايا وبيوت وإقامات من الأمراء والشيوخ ببلاش عشان دي ناس بتقدر الفن. أروح بره بلدي اشتغل بقى سكرتيرة، موظفة، مذيعة راديو، أعمل علاقات مع ناس محترمة، لأن ده حقي، لأن اللي انتوا متعرفوش يا بعدة، اللي انتوا متعرفوش ان احنا ايام المسرح اكم من فنانين خدت اقامات ذهبيه ببلاش، خدت اقامه في السعوديه ببلاش، بقالهم بيوت بره ببلاش، كلها هدايا من الامراء ومن الشيوخ، لان الناس دي بتقدر الفن والفنانين. الناس دي لما كانت بتروح تتفرج على المسرح كانت تطلع تديكي هديه وتاخدي الهديه. لما كانوا الفنانين بيروحوا دبي ايام ما كنا بنصور في دبي، ها، وبنصور بره في اليونان، كنا لما نمشي في الشارع كده المحلات الماركات كانوا يندهوا علينا ويسلموا علينا ويدونا هدايا ماركات. فبالنسبه لنا ان احنا ناخد هدايا دي عادي، عادي خالص. ووضحت انها عايزه تفضل تعمل تيك توك لحد ما حد من بره يشوفها وياخدها تشتغل عنده، وانها مش عايزه تشتغل هنا عشان اللي هنا متنمرين. شغلي اللي هو على تيك توك او على اي برنامج مش هسيبه، طول ما في فلوس مش هسيبه، لانك مش هتنفعيني عن امك، ومش هينفع اروح اتعالج على نفقه الدوله مع اني فنانه ومن حقي، بس ساعتها هتتنمر وتقول بتاخد دواء الغلابه، فانا بقى مش عايز اخد دواء الغلابه، عايز اعالج نفسي بنفسي، عايز اعمل علاقات مع الناس الجامده، مع الداعمين الجامدين بره، عشان يمكن اسافر اشتغل بره، يمكن شيخه من الشيوخ تشوفني تاخدني تشغلني عندها. ليه لا؟ ما هي شيخ، عندي طموح، عندي طموح اروح اشتغل عند الناس بره، بس ما اشتغلش هنا. عارفين ليه؟ عشان انتوا متنمرين، انتوا لسانكم قليل الادب، مش هتقولوا دي ست ب 100 راجل، والمحلات الماركات كانوا يندهوا علينا ويسلموا علينا ويدونا هدايا ماركات. فبالنسبه لنا ان احنا ناخد هدايا دي عادي، عادي خالص. انت بالنسبه لك مش عادي لان انت حاسه نفسك متسوله، انت حاسه نفسك انه مش من حقك لانك لا شيء. تاني هتفسح، هاخد الالوس، هتفسح، ادلع، هجيتكم. انا قاعده. قولوا لي بقى انتوا موافقين مها احمد ولا ليكم راي تاني؟